جيتك شنو جيتك؟ بسر دفتيم انت قائد الحرس الثوري، جيتك للعراق شنو دورها؟ لا وقيت زيارة، لا الوضع طبيعي، عايفين شعبكم جاي يموت بالجملة من وراء هذا المرض مع كورونا، وعايفين مصير شعبكم وملتهين مصيرنا، حبا بينا انتو شايفين من عندكم خير. احنا ارد اشوف يا دولة اللي حطت ايدها بايد ايران والله وفقها، شفونا شركم مثل ما احنا ما متدخلين بوضعكم وما متدخلين بشؤونكم، لا تدخلون بشؤوننا. اليوم انت جيتك ما لها كداعي، اليوم حكومة عراقية تريد تشكل، تريد تنقذ هذا البلد، تعبت الناس صالها اشهر، انضربت مصالحها وانضربت كل امورها والناس تشهدت على انه نريد نحسب مصيرنا. انت من شنو جاينا؟ ما لها كداعي. اليوم جيت قائد الحرس الثوري للعراق ما مقبولة، وكل الشعب العراقي اليوم يقول لك اطلع برا، ما نريد وجودك، شفونا شركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع كما مبين من المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو عن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي زار العراق في زيارة سرية لكنها أعلن عنها وتم كشفها وفضحها كذلك. والسؤال هو ما أسباب هذه الزيارة في هذا التوقيت إثر الصراعات طبعا السياسية الحاصلة داخل أروقة العملية السياسية في العراق، إبان اختيار عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة ورفض ما يسمى بالبيت الشيعي لتشكيل عدنان الزرفي، وهذه الصراعات الداخلية الحاصلة. طبعا مصادر حكومية في بغداد كشفت عن قيام قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني بزيارة سرية إلى العراق. أضافت المصادر أن قاآني وصل يوم الثلاثاء للعراق وغادر مطار بغداد تحت حراسة مشددة في موكب من ثلاث سيارات. قال مسؤولون أن قاآني التقى عددا من المسؤولين وقادة الميليشيات من بينهم هادي العامري ورئيس تيار الحكم عمار الحكيم ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهم تشكيل الحكومة الجديدة والموقف الإيراني من تكليف عدنان الزرفي بتشكيلها. من هو إسماعيل قاآني؟ لماذا يزور العراق بصفته، أو بأي صفة يزور العراق؟ بأي صفة يأتي ليتحدث عن تشكيل الحكومة؟ لماذا يسمح له أصلا بالدخول إلى العراق؟ كيف وافق هؤلاء من في السلطة، من يسمون بالسياسيين، باستقبال هذه الشخصية التي لا صفة سياسية لها؟ لماذا يستقبلونه؟ لماذا يتحدثون معه بخصوص تشكيل حكومة تخص العراقيين؟ وكيف ترضى هذه الأحزاب الموجودة في السلطة؟ طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين خرجت ببيان ردا على هذه الزيارة، قالت فيه إن دخول إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى العراق مع مجموعة ضباط إيرانيين هو جريمة وانتهاك للسيادة العراقية. وقالت اللجنة أن قاآني وضباطه اجتمعوا مع ميليشياتهم وأحزاب مرتبطة بهم ليستأنفوا أعمالهم الإرهابية في العراق والمنطقة بعد التلكؤ والتخبط الذي أصابهم إثر مقتل قاسم سليماني الذي أمر بقتل المتظاهرين السلميين في العراق. أضافت اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي للتدخل في شؤون العراق والاستيلاء الكامل على العملية السياسية الحالية والهيمنة المطلقة على الاقتصاد العراقي لصالح النظام الإيراني، في وقت يمر العراق بمنعطف خطير وانهيار اقتصادي وتفشي جائحة كورونا التي صدرتها إيران للعراق والمنطقة. إذا المشاهدين الكرام، نتساءل اليوم عن الأسباب التي تدفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أن يزور العراق في زيارة سرية أولا، ثانيا يزور ليتحدث عن تشكيل الحكومة ورأي إيران أو رؤية إيران في شخصية عدنان الزرفي والتباحث مع شخصيات في العملية السياسية حول المرشح لتشكيل الحكومة أو المختار لتشكيل الحكومة عدنان الزرفي. بأي صفة يأتي إلى العراق، ولماذا يزور العراق، ولماذا يتحدث عن تشكيل الحكومة وهو لا يمتلك صفة سياسية؟ وحتى وإن امتلك، ما دخل إيران في العملية السياسية في العراق وفي اختيار الشخصية أو ترشيح الشخصية لمنصب رئاسة الحكومة بغض النظر إن كانت الزرفي أو غيره؟ طيب، من معنا الآن؟ السيد أبو عبد الله من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
شلونك اخويا؟ الله يسلمك ابو عبد الله، حياك. الموضوع يعني انا عندي موضوع اخر اذا تسمح لي اخ محمد. اعرف عن المعتقلين والله يا ابو عبد الله، انا اقدر حقيقه واتفهم الناس اللي تخابرنا وقضيه المعتقلين والمغيبين، اعرف والله شغله همكم وشغله بالكم وقضيه تريدون تطرحوها. انا اتمنى من المشاركين، طبعا حسمع لحضرتك طبعا اكيد انه تعطي اللي عندك، لكن اتمنى من المشاركين انه قدر الامكان انه اللي يشاركون نتكلم اليوم على موضوعنا. تفضل ابو عبد الله، اريد اسمع منك الموضوع. يا استاذ محمد والله انا البارحه يعني حاولت وما قدرت. نعم. يعني بالنسبه للمغيبين، نعم، يعني من خلال قناتكم الموقره انه اوجه رساله الى الاخوه المسؤولين في نعم انه المعتقلين والمغيبين الموجودين وهم بصمة ويا اخوانهم العراقيين عندما احتووهم واحتووا النازحين ونتامل منهم ان يطلقون مبادره للمغيبين والمحتكرين لسبب يعني افتتح العالم كله هذا الوباء سبحانه وتعالى ان يكونوا مليئين المغيبين. وأشكرك على الأستاذ محمد. شكرا يا أبو عبد الله، رغم أن الصوت بي كانت مشاكل وتقطع، لكن وصلت الفكرة ووضحت الرسالة. المطالبة بالعفو العام مطلب جماهيري عراقي شامل، لأنه هناك ضرر واقع على أغلب العوائل العراقية في عموم المحافظات العراقية، نحن نتفهم. نعود إلى موضوعنا مشاهدينا الكرام، نتحدث عن زيارة إسماعيل قاآني. في الوقت الذي يكون هناك فيه صراع داخل العملية السياسية بشأن اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، نرى العراقيين في الشوارع مصابون بفيروس كورونا، هناك حالات وفيات وهناك حالات إصابات كثيرة وكبيرة جدا، والأرقام المعلنة الحكومية أرقام غير دقيقة، وسنتحدث بعد قليل عن هذا الموضوع. لماذا تنشغل أحزاب السلطة بتشكيل الحكومة واختيار شخصية رئيس الوزراء في وقت العراق بحاجة إلى وقفة من هذه الأحزاب وإلى وقفة من الحكومات ما بعد الاحتلال لكي تساعد العراقيين أو أي حكومة أن تعين الشعب على الأزمة الحقيقية التي يعيشها؟ نرى من في السلطة الآن يحتارون باختيار شخصية رئيس الوزراء ويتصارعون فيما بينهم على المنصب دون اكتراث للعراقي الفقير الذي يعيش الآن بلا قوت بلا عمل وبلا طعام ولا شراب ولا دواء. ملايين العراقيين تحت خط الفقر يعيشون الآن في بيوتهم بسبب حظر التجوال ولا عمل، خاصة أصحاب الأجر اليومي وكذلك أصحاب المخيمات الذين كانوا قبل حظر التجوال يعانون، والآن مع فرض حظر التجوال المعاناة زادت. معنا السيد أبو علي، تفضل. علي، مين علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك علي، حياك الله. احنا طبعا الآن صار لي مدة أتصل بكم، أتصل برنامجكم ومدى حصلكم من كثرة الاتصالات عليكم. نعم. والله احنا ماني برا، أنا ما كنت أعرف البرنامج مالكم على شنو يتحدث، بس دقيت عليكم سبحان الله فتح علي خط صاحبكم طيب اتصال. فاحنا كنت اتحدث عليكم على مشكله المعتقلين. نعم. على الموضوع مالك اللي اساسي. نعم. بس انتوا هسه موضوعكم موضوع اني شوف يا علي زياره هذا الايران اللي جاي لبغداد. طيب انا اريد اسمع منك على الموضوعين، بس احكي لي اولا على موضوعك حتى اسمع منك لانه حضرتك تحاول تتصل، تفضل. واريد اسمع ايضا رايك بموضوع زياره قائد الفيلق القدس الايراني. أنا موضوعي على مود موضوع المعتقلين، يعني احنا عندنا معتقلين هواي، تدري انت احنا اهل السنه يعني اخصانا حيل واذونا حيل وعانينا ما عانينا من هاي شغله المخبر السري. نعم. هاي وحده. اثنين، عندنا محكومين، اللي محكوم سنه، اللي محكوم سنه ونص، اللي محكوم خمسة اشهر ستة اشهر. نعم. يعني ذولا هم يقدرون شويه يسوون حسن نيه، حسن نيه، يطلعون ذولا الناس اللي باقي لهم سنه ست اشهر سنتين
اطلعهم، ليش مخليهم جوا بالسجون؟ لا سمح الله يصير واحد بيهم بمرض مو يعد السجون كله، لو مستحسفين يسوون شيء زين للناس. نعم. مستحسفين يسوون شيء زين للشعب. يعني ما يقدرون. نعم. بس هو الكرم شجاعة، بس هم مو شجعان، مو رجال، هم مو رجال دولة، مو رجال، يعني ما أعرف هم من يام إلا ما أدري. الله جاهم علينا سبحان الله، بس هو هم بلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أنا أريد أسمع رأيك، أسمع رأيك على قضية زيارة قائد فيلق القدس والحديث مع الحكومة أو مع أحزاب السلطة طبعاً. على اختيار شخصية الحكومة طبعاً. بأي صفة يطب للعراق ويتكلم ويتحدث مع شخصيات موجودة بالعملية السياسية على اختيار شخصية؟ أخي العزيز، هو من يجي طب براحته ومترهي. لأن لي ما عندنا رجال، ما عندنا زلمة تقول له أوقف أتحدث. أنت طاب على من طاب؟ أنت طاب الزريبة؟ أنت طاب الدولة؟ هاي الدولة العراق شنو ما بيها زلم؟ بس أنت جاي توجه، أنت يعني بس أنت جاي توجه بينا؟ ما نعرف نوجه إحنا؟ ما عندنا زلم، عندنا زلم بس زولة ما يريدون واحد شجاع يقود الدولة. ما يريدون واحد رجال إنسان آدمي يقود الدولة، يريدون واحد مثلهم حرامي نصاب نشال يقود الدولة. طيب يعني خلينا نحكيها بصراحة يا علي، عدنان الزرفي متهم بالفساد وعليه قضايا وملفات كثيرة وهو من العملية السياسية، ومع هذا ديت صارعون عليه لأنهم ما يريدوا. طيب ليش ما يريدون هاي الشخصية وهي منهم وبيهم؟ ومن أول الاحتلال لزم محافظة النجف ما بين محافظ وعضو مجلس محافظة، ليش ما يريدوا؟ زين هو بكم دورة باتفاق الكتل الشيعية بين قوسين الكتل الشيعية، كم مرة باتفاق الكتل الشيعية هو يصير محافظ؟ نعم. وش قد هم أيدوه وصار محافظ؟ كم دورة؟ إذا تقول إيش كم دورة؟ يمكن لو دورتين لو ثلاثة. ليش هسه من راضي يصير رئيس وزراء ما قبله؟ ليش؟ أكو مصالح، أكو مصالح. هذا يجوز الله أعلم. هو مو خير، أنا أقول لك خير. اللي هو يجي من هاي الطبقة السياسية لا خير فيه، مو خير يجينا. يجينا حي سامح أضغط من قبله، ولو أنا أجل معذرة من هذا الموقف يعني. فما يجيبون واحد يعني يعارضهم، ما يجيبون واحد إذا مو متفق وياهم وحرام وياهم مثلهم يبوق، ما يجيبوه، ما يخلوه على رأس الهرم، ما يخلوه نهائيا. نعم. أنا أشكرك يا علي. عارفهم بعض الأشياء، بس هذا يشكل خطر عليهم، ما يجيبونه. طيب. يجيبونه براحتهم. أنا أشكرك يا علي من بغداد للمشاركة معنا. السيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في العراق وأهله. الله يسلمك. سبب زيارة هذا المجرم إسماعيلي أنهم يبغون ينتقمون من المقتل المقبور قاسم فطيساني هذا النجم، ولا في مجرمين يقدرون يساعدونهم في الانتقام إلا هذه العصابة الحاكمة المجرمة، وهذا اسمه أصلا فيلق الفرس، ما هو فيلق القدس. يكرم القدس عن هذه الأشكال، وإن شاء الله بأمر اللي ما تنام عينه في رجال في العراق واقف على حيلها إن شاء الله، قادر على دحر هذا المجرم اللي جاي للعراق بدون وجه حق، وقادر على العصابة الموجودة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا سعد. معنا السيد أبو عبد الله من القادسية، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند شكوى قطعنا الجوع هنا، بنشتغل بالزبالة. نعم يا أبو عبد الله. السلام عليكم. أسمعك يا أبو عبد الله، تفضل. والله قطعنا الجوع، ما حد يجينا ولا حد يشوفنا. أنت شنو تشتغل قبل الحظر يا أبو عبد الله؟ أشتغل بالنايلون بالزبالة. بالنايلون. وهسه شلون عايش؟ إيه؟ والله هسه عايش مأساة، ما عاد لا هاي، ما حد يجيني ولا غدو. يعني منين دا تاكل منين دا تشرب انت وعائلتك واهلك؟ والله من الوادي بتطينا. نعم. والحكومة ما اجتكم؟ الحكومة المحافظة ما اجتكم؟ ما سوت لكم شيء؟ أبو عبد الله موجود؟ أبو عبد الله فقدنا الاتصال. سيد حسن من كربلاء، تفضل يا حسن. نعم.
تفضل حياك الله. الو اسمعك يا حسن. بالنسبه للموضوع اللي كان علي الاخ على مزيار في قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني. نعم نعم العراق يعني هاي حتى يمرون صفقه مع رئيس الوزراء الجديد. طيب مسيطرون حتى يسيطرون يجد سيطرتهم على الحكومه العراقيه اللي تسمى حكومه هي. نعم بالتالي هذا الامر ينعكس على الحياه المواطن الفقير لان بلد تهمش صناعه صفر. نعم. البلد يعني عايش بحاله فوضى. طيب هو صحيح يا حسن هو صحيح انه حكومه تشوف الشعب ميت من الجوع وحضر تجوال ولا وفرت لهم لا اكل ولا شرب، استمعت الى ابو عبد الله من القادسيه يقول كاتلنا الجوع وما حد يجينا. صحيح انه الحكومه تشوف الشعب هيك وتتصارع تعوف الشعب وتتصارع على المنصب وتتصارع على الحكم هاي الاحزاب الموجوده؟ هي لا تسمح لي استاذ، هم هذول مو حكومه. هذول عباره عن ممثلين ايران يعني مقياسهم كل واحد دور. يعني نعم لدور اللي يدمر الصناعه والناس دور اللي يدمر الزراعه ويدمر حتى العلاقات الاجتماعيه بين الشعب دمروها، جابوا لنا الطائفيه وجابوا لنا القتل وكل شيء ما استفاد من عدم لا المواطن الفقير ولا اي شعب اي فرد من الشعب العراقي. نعم يعني ابسط مثال هسه الشباب الجاي تطلع مظاهرات. نعم جاي يقابلونها بالقتل والارهاب وحتى يعني القتل المتعمد. نعم بس احنا ان عتب على المنظمات الانسانيه والدوليه اللي تدعي انه حقوق الانسان ما شفنا اي واحد يعني مديد للعراق وقال يا انقذ هاي الشباب جاي تموت بالشوارع يوميا. نعم صحيح يعني حتى منظمه حقوق الانسان يعني ما مدت لنا اي طريقه اي 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 مساعده الشباب العراقي. نعم نعم يعني من خلال منبركم الحر يعني نعم الناشد المنظمات الانسانيه الدوليه بان توضع يعني حد القتل الشباب العراقي جاي قتل يوميا بالشوارع بحجه يعني شنو المتظاهرين. نعم نعم فاحنا يعني متطلبات الشعب العراقي واضحه وصريحه. نعم يعني الاول شيء العراق بلد صار اكبر بلد استهلاكي بالعالم. صحيح احنا بزمن اللي هم يعني المارغين علي ذاك اللي يسمونه النظام السابق هم أي. يعني كانت اكو صناعه واكو زراعه والعراق كان يصدر اسمده للمكسيك. نعم وعندنا يعني صناعه عسكريه وصناعه مدنيه. طيب اللي راح يعني احنا نقول اللي راح راح. طيب هم اجوي هم اجوي انا بس اسالك اي اريد اسالك هم اجوي وقالوا النظام السابق نظام دكتاتوري وكذا. طيب ماشي ليش ما سويتوا شيء للعراقيين؟ ليش ما بنيتوا؟ ليش ما طورتوا الصناعه؟ ليش ما طورتوا الزراعه؟ انا جاك بالحديث هسه. نعم يعني ان النظام اللي كان على قولتهم اللي يقول النظام السابق 16 سنه من غادر الحكومه. يعني زين انتم من 16 سنه من استلمتوا السلطه لحد الان ايش قدمتوا للشعب العراقي؟ نعم نعم ما قدمتوا غير جبتوا لنا الطائفيه يعني والقتل. احنا كنا ياكلوا يا ابن الانبار، ابن الموصل ياكلوا يا ابن البصره. نعم. يعني بالعسكريه وبحياتنا درسنا جامعات كل احنا سويه، ابن البصره يدرس بالموصل، ابن الموصل يدرس بالبصره. نعم. يعني ماكو بيناتنا هاي التفرقه وهاي الطائفيه، هاي التفرقه والطائفيه جتنا وراء 2003. نعم. عندما جونا السياسيين ذول اللي يسمونهم انا اسميهم سياسيين الصدفه. نعم. ذول مو سياسيين. ابسط مثال يعني هم بالنسبه لاملاكهم اللي خلوها بامريكا هم بالمناسبه ترى كله صادر ترامب. طيب انا اكتفي وياك بهذا القدر يا سيد حسن واشكرك للمشاركه من كربلاء. معنا السيده ام يسار من كركوك تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي ممكن اشارك ولا هو الموضوع مو موضوع السيد جناب بس ممكن تفضلي تفضلي. نعم ايه اخي والله اخوتي اثنين داد محكوم مطار بغداد والثاني بالناصرية. نعم اثنيناتهم محكومين. والله اخي كل شيء ما عندهم سواهم اربع ارهاب. احنا نريد من الحكومة يدحدون على اوضاع المساجين من هذا الفيروس، هذا ما يرحم، يطلعون المساجين يسوون عفو عام تريض السجون. نعم
يعني شدعة، واحنا الدول كلها انطت عفو، ايران تركيا كلها انطت عفو، يعني ما يدهنون على هالسجناء، احنا كنا عراقيين ما يصير. نعم يعني شدعة. واخي اخواننا في كردستان همينا مظالم والله، مساجين لو شايف شلون المعاناة، ويعني حالتهم كلش تعبانة والله، اريد المحكومين يطلعون، اريد تبييض السجون عفو عام. نعم والله يا اخي لو شايف المعاناة، يعني ليش ما رحنا يعني واجهنا اخويا مطار بغداد، لو شايف يعني انطوا كتاب افراج هو نوب رجعوا حكمه، يعني بدون اي سبب عندنا يعني نطالب، يطالبون عفو عام للمحكومين، والله ترى هذه يعني يعني هذه مسألة انسانية من عندهم. طيب بكي شوية يدحدون على هالسجناء، شوية يصير عندهم رحمة. احنا والد من السيدة السيستاني هم بس يدحد عن معاناة المساجين والبرلمان، والله مليانة لو شايفة الجهال التباسه والامهات التباسه، وعندهم زوجات وعندهم اخوات، انا اخواني اثنين والله، واحد ناصرية وواحد مطار بغداد. نعم يا أم يسار، أنا أشكرك ووصلت الرسالة يا أم يسار، ونقول نتمنى أنه اللي موجودين اللي عندهم القدرة أنهم يتحركون يتحركون. شكرا يا أم يسار من كركوك. أم أحمد من النجف تفضلي. سيدة أم أحمد، أم أحمد من النجف تسمعيني؟ أي عينك تفضل. تفضل يا أم أحمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أم أحمد. دول عينك يا أم أحمد، مساجين ثلاثة بسوسة. نعم. عينك؟ نعم. عندنا مساجين ثلاثة بسوسة، دول عينك، طلعونا إياهم نقضوهم. المساجين ترى وصل المرض لهم، كل يوم قاعد يموتون من عندهم ثلاثة وأربعة. وده نسمع يوم ويده يموت من عندهم. نعم. نقضي المساجين بدوا عينك. والله لو بيدي ما قصر. ألو. نعم يا أم. إي والله يا أم. إي والله يا أم، أولادنا في السجون. نقضوهم الله يخليكم، كل المساجين طلعوها، أبو إيران، أبو تركيا، كلها طلعت المساجين. نعم. عجب بس العراق ما طلع مساجين، ليه؟ هذا السؤال أنا وجهه للحكومة. أنا أشكرك يا أم أحمد من النجف، هذا السؤال يطرح للدولة، للسلطة، للأحزاب، هاي النداءات اللي ده تطلع ولا ضمير تحرك، يعني أنتوا أبد هيجي منتهين. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ليلة مباركة على كل المسلمين وعلى قناتكم وعلى لحضرتك أستاذ محمد. الله يسلمك أستاذ. إذا شوف كل عراقي إذا تسأله أكو في غصة حزن في قلبه، أما معتقل أما ما عنده فلوس، هذا اللي بيتصل يقول أنا أشتغل تكرمون بالزبالة، يعني وين وصلت أموال العراق؟ ترى اللي حطمنا إحنا، حطم العراق هم رجال الدين والشيعة اللي موجودين في دول العالم، خاصة الشيعة السعودية والدول الخليج. هسه شلنا بهذا الموضوع يا أم عبد الله، شلنا بهذا الموضوع، شلنا بهذا الموضوع احنا. لا استاذ اسمح لي، انا اشرح لك، لانه من الشعب العراقي والمركز المرجعية موجودة في العراق، يعني هاي الفلوس المرجعية وفلوس الدولارات والمليارات وين تروح؟ غير على فقراء الشيعة وعلى الفقراء الموجودين في العراق، صح لو لا؟ زين؟ يعني احنا كلهم يعني كلهم صاروا تجار، السلطة السياسية أصلاً تركوا السياسة وصاروا تجار، الجيش صار كل عبارة عن تجارة بالأسلحة وبالناس، يدخلوهم سجون ويخلوهم سجون، والشرطة أصلاً حرامية مع الاحترام للشرفاء، كلهم اشتغلوا بالناس يدخلون بالسجون ويطلعون بالدفاتر، يعني وين حصل النجارة احنا كعراقيين استاذ؟ اذا كلتنا الخمس مالتنا احنا المرجعية او مقتدى الصدر من يقول سووا تكافل بينكم يا عراقيين، زين وين المليارات؟ وين خمس المكاسب اللي وصلت الى فنزويليا؟ الى فنزويليا وصلت، واحنا ندور على لقمة عيش ما عندنا، يعني احنا اللي دمرنا البلد، هذول السياسيين السنة واكثرية الشيعة هم اللي حطموا البلد، ترى احنا ما يصير لنا شارع استاذ. طيب. احنا محافظة ايرانية، فاحنا يبعدنا كوقفة ك
كاملة ضد الاحتلال الإيراني وضد الاحتلال الأمريكي، ولا إحنا شعب ترى إحنا منتهين، لأنه إحنا ساكتين. الجوع كاتلنا، الناس قاعدة مهبطة، لا خدمات اجتماعية لا خدمات صحية زين. حتى يعني أنا أريد أعرف إنه هذا السياسي من قاعد على الكرسي إيش قاعد يشتغل؟ ما دي يشتغل بالسياسة، إنما يشتغل بالتجارة لا أكثر ولا أقل. حنان قالت الفتلة هذه، قالت إحنا انتفعنا من المقاولات ومن الشغلات، يعني هم ما جايين للسياسة، جايين للاستفادة. لهذا العراق انتهى إذا إحنا ننقم بوقفة كاملة مع اتفاق أو تأييد من الدول العربية والسعادة العراقيين، ترى إحنا انتهينا. شكرا يا عبد الله، أكتفي شكرا لك. محمد من الموصل تفضل. محمد أهلا وسهلا، حياك الله تفضل. الله يفيد من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم يا محمد أسمعك تفضل. أتمنى من الله سبحانه وتعالى عز وجل. نعم الله يجيك. أتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرج المسلمين والمسلمات من المعتقلات. نعم نعم يا محمد. أقول الفرج. نعم ألو أسمعك، بس نص صوت التلفزيون رجاء. أنا أتمنى الله يفرج عن أخوتنا أبرياء. نعم أتمنى من الحكومة أن ترجع عن أخوتنا المسلمين والمسلمات من سجون. طيب شكرا لك يا سيد محمد من الموصل، وضحت الرسالة. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة عظيمة وعامليها. أنا بس أتعجب من اللي يخابرون يقولون الحكومة. أي حكومة هذه؟ أي حكومة؟ إحنا ما عندنا حكومة، إحنا عندنا عصابات. هذول الناس مرتزقة، عصابات إجوا من إيران. هذول اللي يحكمون البلد هم ناس عصابات. اللي هو على اي اساس يجينا هذا مكان سليماني يجي يريد هو يختار رئيس الوزراء؟ على اي اساس؟ على اي اساس؟ احنا مو عيب عليك انت يا رئيس الجمهوريه، مو عيب عليك انت يا رئيس البرلمان، مو عيب عليكم انتم يا السياسيين اللي قاعدين على الكراسي. انتم لو ما ايرانيين انتم اصلكم ايرانيين وجيتوا على الدبابات الأمريكية، متى تقبلتوا واحد ما يسوى له سنتين يجي يتحكم بكم وهو يختار لكم رئيس وزراء؟ عيب عليكم. أصلا خذيتونا العراق اللي كان تاج العرب كله، هسه خليتوه يصير هالشكل صار إيراني؟ إحنا مو إيرانيين، إحنا عرب، إحنا عراقيين. أنا بس أنادي هالعراقيين العرب الموجودين داير مدائر العراق، هل يقبلون إيران تتسلط علينا بهالطريقة هذه؟ وليش ساكتين؟ على أي أساس ساكتين؟ لما المصلحة المشتركة بين السياسيين والدول الأخرى وبريطانيا وأمريكا وإسرائيل، إحنا وقعنا وقعة كبيرة، وإن شاء الله هالهبرة كبيرة نطلع منها بإذن الله بجهودنا بجهود المناضلين الموجودين بعدهم اللي عندهم روح الإنسانية وروح حب الوطن. ها إن شاء الله ينهض هذا العراق إن شاء الله، وندوس القادرين نزول القدارات اللي تجي بأرجلنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يرجع العراق بس المكان، وإن شاء الله كورونا ما تجي، هذا المرض يجي على الوباء اللي يجي على هذول القاعدين مقابلين هذا الجاي من أمق الوباء جاي. ما يصير بهم. وأنا أشكرك. شكرا يا أم أزهار من بغداد. مشاهدينا الكرام الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
نصف عام على الثورة باقين ومستمرين. 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 يا وليد نصف عام على الثورة باقين ومستمرين. جاطي التحرير نصف عام على الثورة باقين ومستمرين. هذا ما ملكي. هذا بعد اسبوعين. هاي التعقيب من الصبح للساحة. أما مسراء تعقيم والترتيبات والتنظيف. عاشتيدك عمو عاشتيدك. أشوف فاتحة كلها تنظيف ترتيب تعقيم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما شاهدتموه قبل قليل كان من ساحة التحرير في العاصمة بغداد، عمليات تعقيم وتعفير للساحة من قبل الكوادر الطبية الصحية الموجودة هناك المنتشرة، كذلك حماية المعتصمين في الخيم من يعني أو لوقايتهم من الفيروس. وكذلك تابعتم الإصرار من قبل شباب الثورة على المواصلة، نعم رغم الظروف الحالية، رغم فرض حظر التجوال، رغم الأعداد القليلة الموجودة الآن، لكن مع هذا باق أو يبقى المعتصمون في الخيم في رسالة أن الثورة مستمرة، وبمجرد زوال هذه الأزمة الصحية في العراق سيعاود العراقيون مرة أخرى ملء الساحات والاستمرار بثورة تشرين حتى إسقاط هذا النظام وإزاحة الأحزاب الفاسدة. معنا السيد أبو عباس من بابل، تفضل يا أبو عباس. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك بك، تفضل. الله يرضى عليك، الله يطلع على المساجين. نعم. يقول لهم ان شاء الله حكومه على الموضوع للشعب العراقي. ليش اللي يجيبون من لاكيا ومن ايران؟ ما يخوننا ذول السياسيين، ما يخوننا السياسيين، يخوننا واحد يعني يخونه يخلي يطلعنا المساجين، خلي يخونه خلي يخونه، خلي يصيرون زين لهم، خلي يصيرون زين لامريكا لايران، خلي يصيرون زين لايران، خلي يخوننا اياه. يعني ليش يعني يظلون هيك؟ انا حكومه يعني حكومه يعني فاشله، يعني ما يقدرون يسهلون امر من المواطن العراقي ويسوون إنسانية عليه. نعم. يعني هاي ما يقدر يدبرونها، يعني ما يقدر يدبرونها، مو يصير يعني مجلس النواب حسب مجلس النواب. نعم. بدلنا رئيس وزراء، جبنا رئيس وزراء، يعني هم بدل هم لا قاسم سليماني ولا هذا الجاي جديد، هم ياخذون رأي بيديهم، خذ رأي بيدك سوي. نعم. للشعب. انت هسه انا قلت ذاك يا صدام المقبور. نعم. انت هسه انا المقبور الجديد، انت سوي نايره، يعني عندك انت اي نايره ما عندك. والله لو هاي الحكومه لو تنزاح. نعم. يعني فضحتنا، يعني سواء يعني وين ما تقدر لك يعني شوفه بالعراق. يعني نعم. ما يقدر ينسحب، ينسحب عليش تجيب ايران، يعني هالعراق هذا للموصل ما بي واحد عراقي يحكم البلد. نعم. والله يا اخي هاي الحكومه توعي وخرون، واهل العمايم يوخرون، وكلهم هذول عايشين الشغل لوس. والله هم عايشين هالعراق لوس. لو ما يصير بخير. يعني يا ابو عباس أنا أشكرك يا أبو عباس من الحلة، شكرا جزيلا لك. كرار أبو عباس من بابل، كرار من الحلة، تفضل يا كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلبي بدون زحمة، أنا أشيد رئيس الوزراء. نعم. وأنا أشيد رئيس الجمهورية، أنا أشيد رئيس البرلمان بخصوص السجناء. يعني اليوم العفو الإطلاق، العفو الخاص من رئيس الجمهورية، يعني السجون ببغداد واللي بالتاجي واللي بالناصرية شنو اللي سوى عنهم؟ يعني انطعفوا للمسجون 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة أو سنتين، هاي هي
ليش ما انطى عفو عام للسجناء كلها وفرح هاي الامهات وفرح العالم اللي منتظر من عندهم شغله زينه اسويها للعالم هاي شغله زينه اسوي لي شغله واحده للعالم وفرح العالم ليش يعني ليش ما يطلع عفو عام شنو السبب؟ نعم شنو اللي سووه لحد الان صار لهم 2003 ولحد الان شنو اللي سووه للعراق افرح العالم بعفو واطلقوا السجناء. طيب برايك يا كرار برايك خل اسالك هسه بموضوع حلقتنا اليوم هم برايك شنو هذا الصراع اللي صاير بالعمليه السياسيه على اختيار رئيس وزراء والعراق الشعب ميت من الجوع. خابرنا شخص ابو عبد الله من القادسيه يعمل باكياس النايلون البلاستيك اللي موجوده في النفايات يعني بالمصطلح العامي بالمزابل وملاقي الرجال ملاقي شيء ياكله بسبب حظر التجوال، عايفين الناس الفقره المحتاجه اللي كاتلها الجوع والفقر ومركزين بعدنان الزرفي الريده لو ما الريده وصراع قاب بيناتهم ويستنجدون بيران حتى يجي اسماعيل قاني قائد الحرس الثوري يقول لهم اختاروا لو لا تختاروا، شنو هالدوله وشنو هالاحزاب اللي تحكم العراق وهي عايفه الناس كاتلها الجوع ومركزه على مصالحها؟ يعني هذا الشخص ما سمعت الحكومة من ياكل بالزبيل يعني شنو من حكومة شنو ما عندهم غيرة ما عندهم إنسانية من الإيراني ينطيهم معلومات بعد شنو قاعد على الكرسي باقي الدنيا وما بيها شنو أنت قاعد على الكرسي؟ نعم سيد كرار أنا أشكرك من الخلية شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد عثمان من الأنبار، تفضل يا عثمان. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي تحية لك ومشاهدين الكرام. بالنسبة لاختيار رئيس الوزراء يعني شنو ماكو رجال دولة ماكو ناس أكفاء يعني بالعراق حتى يجينا إيراني يجي يحكم هذا الموضوع. موضوع أنا دخلت إذا ممكن على مقترح رئيس الجمهورية بالنسبة للسجناء. طيب. يتق الله. فيها الالاف في السجن في الابطال يعني متى تكون عندهم مروءه وانسانيه ورحمه عفوا خاص عن فئه تجاوز 5% من عدد السجناء السجون المظلومين الناس خلي اتقوا الله في السجناء والله هناك ناس يموتون جوع ذيب وقهرا وضيما من اجل مخ او من اجل انتزاع اقتراحات باطله تحت التعذيب والتروية فنطالب من النواب من الناس اللي عندهم غيره عندهم يكون لهم موقف شجاع تجاه السجناء ويكون عفو عام عراقيين وطوي صفحه الماضي تكون صفحه جديده طيب يفرحون العوائل والامهات والاطفال بعفو عام شامل جزاكم الله خير. انا اشكرك يا عثمان. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده على صفحه القناه او رقم القناه الخاص بالواتساب الرسائل الوارده من المشاركين. في رساله تقول السيده ام سجى من الموصل تقول مرحبا اني ام سجى من الموصل ونطالب باصدار قانون عفو عام وشامل لجميع العراقيين بدون استثناء لكل العراقيين في داخل البلاد. عفو شامل الشعب العراقي مظلوم عفى الله عن ما سلف عن جميع العراقيين بدون استثناء. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين السلام عليكم أنا أبو عادل من الرمادي أطالب حضرتك وأطالب القناة وأطالب كل شريف مثل حضرتك أريد وقفتكم ويانا إحنا أهالي معتقلين ومفقودين بسيطرة الرزازة نريد نعرف مصيرهم وين هم أخذوهم أخذهم الحشد وكتائب حزب الله يعني وين اختفوا مو انطوا عفو عام. نشكرك ونشكر قناتكم. في رسالة لدينا السلام عليكم نتمنى المسارعة بإقرار قانون العفو العام وأن يكون يشمل المادة 4 إرهاب لأن العديد من الأبرياء أخذوا في زمن الاحتلال وبعضهم في زمن داعش واتهموا بتهم باطلة بسبب التعذيب والمخبر السري. في رسالة لدينا السلام عليكم الحكومة اش تنتظر الريد عفو للسجناء ليش ما جاي تنطي عفو أبنائنا بخطر حقوق الإنسان ليش ما جاي تطالب بالعفو.
السيد أبو زكريا من كركوك يقول: السلام عليكم ابني، ما نخلص من قاسم سليماني، إجانا الأنقس منه، جابوا العجمي. في رسالة من أحد المشاركين ما مكتوب الاسم يقول: تحية خاصة لك أخوي محمد وإلى الكادر، زيارة قائد الحرس الثوري هو التدخل في تشكيل الحكومة، ومتى يكون للحكومة مالتنا سيادة بدون تدخل من أي أحد، والخزي والعار لهذه الحكومة. في رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة بعد التحية، لن يتحمل العراق أكثر من هذا الوقت في العراق، يقول الوضع في العراق لن يتحمل أكثر من هذا الوقت في العراق، فعلى القوة في داخل العشائر والقوى الدينية والقوى المعارضة للنظام السياسي في العراق التحرك بالسرعة الممكنة لإنقاذ العراق من القنبلة الموقوتة هي السجون العراقية وإطلاق سراح المعتقلين. في رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: رؤية إيران للزرفي رؤية احتلال وأطماع الذيول أذناب الشر، رؤيتهم مصالح فساد نهب خيرات البلد وغير ذلك، كثير صفقات فساد ومحسوبية وحكومات كلها فساد وأشياء كثيرة عديدة، أزمات منذ ثورة تشرين وإلى أزمة جائحة كورونا. شكرا يا سيد مبروك. أم دانيال تسأل: السلام عليكم، بس سؤال إلى رئيس الجمهورية، إصدار العفو العام للسجناء هل صحيح؟ أرجو أن تعرض رسالتي. شكرا يا أم دانيال، نقرأ الرسائل فقط هنا لا نجيب. السلام عليكم، أبو أنور من صلاح الدين يقول: قاآني يزور جنوده في المنطقة الخضراء وبعض مكاتب الأحزاب التابعة لإيران من أجل مصالحهم والجماعة، يستقبلونهم بحرارة ولا يفكرون بمصلحة بلدهم، شلون نخب سياسية عميلة؟ يقول أحد المشاركين أو إحدى المشاركات: السلام عليكم، أني أم 4 شهداء من بغداد، كتلوهم الإرهاب، عندي المعيل الوحيد وبالسجن، أرجو الإفراج عنه وعن جميع السجناء. رسالة من أحد المشاركين: السلام عليكم، بس أريد أشارك، يقول: العالم كله مشغول بالفيروس وإيران المركز الأول بالشرق الأوسط ومشغولين بحكومة العراق، شنو السبب؟ ما يعرف إلا الفتح للباب، يعني جايب دعوة من الأحزاب الفاسدة والخسرانة. يقول أحد المشاركين: زيارة قائد فيلق القدس، تريد إيران أن تثبت وجودها في العراق لتذل العراقيين الشرفاء وتقمع المظاهرات، لكن بإذن الله إيران انتهت يوم بعد يوم بين الفشل والهزيمة. قصي شكرا لك. في رسالة يقول أحد المشاركين: السلام عليكم أخوي العزيز، زيارة الإيراني للعراق أكبر دليل لأنهم ذيول لإيران ويتهمون المتظاهرين بالجوكرية. يقول أحد المشاركين أو إحدى المشاركات نور من بغداد: نطالب بالعفو العام عن المساجين. في أحد المشاركين يقول: أرجو أن لا ترفعوا علامة ثورة تشرين من شاشتكم، لأن من تشيلوها عزمنا يضعف. منذر المالكي من البصرة: لا إن شاء الله مستمرة الثورة يا منذر ومستمرة شعاراتنا أيضا. في رسالة أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، معرفة الحقيقة ليس تشاؤم، إخراج السجناء بيد الله فقط، أقسم بالله أن الحكومة ميليشيات ولن يخرجوا سجين أو معتقل. في رسالة: السلام عليكم، أنا أتكلم عن إفراج عن الإفراج، القاتل ما عليه إفراج لأنه اتهموا، وأنا أتكلم عن الإفراج. ما فهمت هاي الرسالة. شكرا للمشاركة. السلام عليكم، أنا والد سجين في سجن الناصرية، الله يفك أسرة. نطالب بأحد المشاركين يقول: نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. في رسالة: السلام عليكم، قال فيلق القدس يطب ويطلع بكيفة، بين قوسين ماكو حكومة ولا سيادة حاليا في العراق. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، رسالة طويلة جدا يا أبو فارس، أعتذر عن قراءتها. أحد المشاركين أيضا يقول: السلام عليكم، أنا مراد من أهالي القائم، نطلب من الحكومة اتخاذ قرار العفو، والدي مسجون من قبل عصابات داعش ومنتسب، ومرة وصلتنا أخبار أنهم حررت الحكومة وموجودين بمطار المثنى. طيب، في رسالة كثيرة جدا حقيقة. طيب، يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، تدري ليش ما يطلعون المساجين؟ لأن الحوانيت للسياسيين، جداح 5000، باكيت الجقاير 10000، شلون يطلعوهم؟ أرجو منكم توصلون صوتنا، نطالب بالعفو العام. أحد المشاركين يشكر القناة وإن
شنو منتظرين عفو بخير؟ شنو المقترح الفاشل من رئيس الجمهورية؟ مصدق منطي مقترح مال مشاجرات، الله لا يوفقكم. رسالة أنا من كركوك، البارحة واحد مات بسجن التسفيرات بكركوك بسبب مرض كورونا، وين الحكومة؟ شو ساكتين على الموضوع؟ ومثنى من الموصل يقول رسالتك طويلة يا مثنى، باختصار أخي بالنسبة للسجناء كلها ظلم وتلفيق، أخذوا اعترافاتهم تحت التعذيب. رسالة طويلة جدا وكثيرة جدا حقيقة، ونعتذر عن من لم نستطع نقرأ رسالة. آخر رسالة لدينا طه من الموصل يقول، أخي ورب الكعبة أخي بريء، براءة الذئب من دمي ابن يعقوب وزوج أختي عثمان، الاثنين انحكموا إعدام بسبب شخص مخبر ودولة تافهة وقضاء إيرانيين وقضاة إيرانيين. وصلنا إلى ختام حلقتنا، نعتذر عن من لم نستطع نقرأ رسالته، ونشكر الجميع للمشاركة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.